بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الأفاضل، مشاهداتنا الفضليات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يسألونك ضمن محور فقه العبادات. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيد العوني بن محمد الزاوية، عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مالا. أستاذنا الكريم مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا، بارك الله فيكم أستاذي. نفتح هذه الحلقة ونفتتحها بسؤال سي محمد مدينة تازة، يقول: إذا مر أمام المصلي شخص ما هل تطول صلاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكرا لكم على هذه الاستضافة. هذا سائل يسأل هذا السؤال حول مرور شيء أمام المصلي. فالمرور من بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، لكن يكره للمار أن يمر من أمام المصلي، ولكن من أدب المصلي أن يختار مكانا يكون آمنا حتى لا يمر من بين يديه أحد، لأن مرور أي شيء لا يبطل الصلاة ولكن يكره للمار، وكذلك يكره للمصلي إذا أراد أن يصلي لا يصلي في الطريق، لأنه إذا سد الطريق سيدعوهم إلى المرور أمامه. لكن البطلان لا، المشهور الصحة ولكن الكراهة إما أن تكون من المار أو من المصلي. هنا الشيخ خليل حكم بالإثم وما حكمش بالبطلان، قال: وأتم مار له مندوحة ومصلي تعرض. المصلي اللي تعرض بيهم. أي المصلي اللي تعرض يكون آتما والمار لا. وإذا اختار المصلي مكانا آمنا ولكن الآخر تعمد المرور من بين يديه يعني من أمامه، فهذا المار يكون آثما، ولكن الأدب حتى لا نفسد على أي أحد عمله فلنتأدب بالأخلاق الفاضلة، ننتظر حتى إذا وقع ونزل. وتسجد أساء الأدب في مكان الصلاة ولم يختار مكانا، نكون احنا فينا الأدب وننتظروا. ولكن أستاذ شي وحدين مثلا كيجيو مسبوقين وكيكونوا في الجامع عامر، كيصلوا هما في الباب ديال الجامع، هما ماشي زعما اختيارا، هذاك الشيء اللي لقاو، هذاك البلاصة اللي لقاو. ناس أخرين من اللي كيسلم الإمام كذلك هما عندهم الارتباطات ديالهم، خصهم يخرجوا، فما كاينش طريق من يخرجوا إلا إذا دازوا حدا ذاك المصلين. لا هذا تشويح فيهم عنده اختيار، لا، الكلام على ذاك الاختيار في الصلاة. أما أصحاب الصفوف فسترة الإمام سترة المأموم، هذوك وخاص سلم الإمام أي سي هذوك اليوم مسبوقين أستاذ، ولو لأنهم أبقى عليهم واحد شوية نضوا يكملوا. أي الناس الأخرين عندهم مسائل داعية للإسراع، هذا لا حرج في هذا، لكن ذاك اللي جا بغي يدير تحية المسجد أو بغي ينفل وبغي يطول باش ما يسدش على الناس الطريق، أما هذاك القاضي والمار اللي ما عدوش منين يدوز بحال صحاب الصف الأول، راه ما كاين منين راه غادي يدوز من قدامه يدوز إلا ما لقاش إلا ذاك المكان. نعم أستاذ، وشي مرة كتكون هذه القضية ديال لأن الإثم مطلوب ربي سبحانه وتعالى، حنا كنمشي ونصلي وماشي باش ناخذوا الإثم، يعني الإنسان يعرف جميع التفاصيل المتعلقة به. مثلا الإنسان كيكون شي واحد كيصلي خاصة كتوقع في شفاعة الوتر، كيكون في الجامع سالينا العشاء ناض شي واحد كيصلي شفاعة الوتر، أنت ما انتبهتيش نطي حتى لقيتي راسك زدتي محداه، عاد بان لك السيد كيصلي، هذا واش أثيم مارون ولا ما أثيمش؟ لا هذا لا، لأن هذا غير متعمد ولم يكن مقصودا، فإذا به راه لقى راسه مر من قدام مصلي، هذا لا شيء عليه لأنه لم يقصد ولم يتعمد. نعم أستاذ. لأن شوف الله رفع الحرج لما قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم العمد وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به.
نص قد وقداش، ولكن ما تعمدت قلوبكم أي عليكم في الحرج، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه. المرفوع هنا إتم الخطأ، أما الخطأ وارد دائما وأبدا موجود، والنسيان وارد دائما، لكن المرفوع شنو هو؟ الإتم، هذا هو المقصود. نعم أستاذ، بارك الله فيكم. ومني كل شيء واحد يلاقينا شيء واحد يزحدان، كنشوفوا ذوك الناس كيديروا يديهم بحال هكا، واش خصو يكون هذه العمليه خصها تكون هذا بحال كينبه بصراحه، ملي انت ما كتكونش منتبه كينبهك. مثلا بغى يعلمو باللي راني كنصلي، ايه، لكن كاين بعض الناس كياخذ هاد المساله بعنف. لا، انسان مثلا ما كيشوفش، ما شافش يدو، بصره قليل، انسان يكون في المسجد يكون اسهل والين، المؤمن الين او اسهل من شاته في تصرفاته. راه عندنا وليدات في البيت كنكونوا نصليو وكيجريو، كذلك الاهل في البيت، نعم، ما نديروش واحد الحرج بزاف، لان المعبود هو الله سبحانه. احنا هذاك السيد راه المسافه واسعه وعريضه في الاستقبال، غير باش يكون احترام العباده واحترام العابد وتأدب بين يدي المعبود فقط، هذا هو المطلوب. نعم، ادب. نعم، نديروا يدينا اشاره ولكن ماشي بالعنف، كاشاره. شاف الله يصلح، ما شافش يمشي بحاله. نعم استاذ، نعم. هذه القضيه مهمه اللي ذكرتوا، راه شي مره يقدر يكون الانسان النظر ديالو قليل ولا ما كيشوفش، لان احنا كنصليو احنا ما كنشوفوش هذا السيد اللي دايز حدانا، يعني شي واحد شي بعض الاخوان تيوقف ما خصوش يخليك تدوز باي طريقه، يعني كتكون احوال. فمزيان ناخذوا هنا رجلا اعمى عنده غير ديك باش كيمشي داك. نعم، ايه، وغادي صادك ما شاف قايده. نعم، او قليل البصر، ماشي ضرورات هي التي تبيح الاشياء وتريها للناس. نعم، تخرجها الى العالمين. بارك الله فيكم. هذه يعني التفاصيل مهمه واخا كثيره بزاف، ولكن خصنا نعرفوها، لان كتوقع امور في المسجد كتوقع شي مره كاع كيتخاصموا الناس بسبب هذا الامر هذا، ولذلك كانت التفصيلات كامله. الله يجزيكم بخير. ننتقلوا لسؤال اخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم، بغيت نسول لا ممكن ملي نصلي الظهر واش ممكن الوضوء اللي نصلي به الظهر مع الوحده ديال النهار نصلي به الوضوء نصلي به العصر ديال الربعه ديال العشيه؟ الله يجازيكم بالخير. مرحبا لاله، مرحبا تسمعي ان شاء الله الجواب. سي الاستاذ كتسول الانسان اذا بقى شاد الوضوء من الظهر حتى العصر، يعني بنفس الوضوء صلى به وقتين وربما اكثر، هي سولت غير على الظهر والعصر، انا نكبروها كاع، مثلا الانسان بقى شاد الوضوء من الظهر حتى العشاء، واش فيه شي مشكل من الناحيه الشرعيه والفقهيه ولا لا؟ شكرا لهذا السائل على هذا السؤال القيم المهم جدا، لان طهاره الوضوء تبقى مصحوبه مع المتوضئ وتصح صلاته الفرض مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إن قدر على ذلك، ولا شيء عليه في ذلك، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى عدة صلوات بوضوء واحد، فالوضوء هو الأصل في الطهارة، ولا تبطل الصلاة إلا بعدمه. أما ما دام الوضوء صحيحا فأي صلاة فرضية أقول هك، لأن السؤال عن الفرض. نعم، السؤال عن الفرض، النافلة راتب عليه، ولكن رأس المال هو الفرض. نعم، صلى الظهر ورجل عفيف في الأكل قادر صحيح حافظ على وضوئه إلى صلاة العصر، وحافظ عليه كذلك إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء، فاللهم تقبل منا ومنه، وارزق المسلمين القوة على المحافظة على الوضوء. أمين. لأن المسلم دائما يحافظ على الوضوء عملا بالقول المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، الوضوء سلاح
المؤمني، لأن الإنسان عندما يكون متوضئا حتى الشيطان لا يغلبه على الأشياء، لأنه مسلحون بالطهارة التي أمر الله بها. ولولا أن الطهارة فيها فضل عظيم ما بينها الله سبحانه وتعالى بنفسه لخلقه سبحانه وتعالى. وهناك نلقاو استاذ بعض الناس بعض كنفهموها من خلال كلامكم، كينوض مثلا غادي الخدمة ديالو في الصباح كيتوضا في داره، مثلا هو خارج بعد 8 ولا 8 ونص ولا 9 كيتوضا في داره في ديك الوقيته هذيك حتى كيوصل الظهر، وكيخرج لانه كيبغي يخرج من داره مضي، يبقى هذه الاوقات كلها حتى كيوصل الظهر وكيصلي بذكر الوضوء لانه باقي ما انتقدش الوضوء ديالو. ولماذا لا؟ حتى يبارك الله له في عمله وفي قوله، وما دام محافظا على الوضوء فانه سيحافظ على الالفاظ التي يتلفظها، لانه مهما تعلم المحافظه على الطهاره، والطهاره هذه حسا ومعنى. نعم سيدي. الحس ها هو غسل اعضاء الوضوء، والمعنى انه مسلح بطهاره تقيه من شر القول والفعل. نعم سيدي. نعم سيدي. غير واحد القضيه الله يجزيكم بخير، باش هي مرتبطه بها، شي برا كنكونوا مزيرين يعني انسان باغي يعني باغي يعني يمشي للتواليت مثلا، وتيقول مثلا باقي غير واحد نص ساعه للعصر مثلا، ولا باقي غير واحد نص ساعه للمغرب، نبقى شاد شي شويه حتى نصلي بفيه مع عاوتاني نعاود الوضوء. اذا واش كان هذا من ناحيه شرعيه ما فيه والو استاذ؟ اذا كان هذا لا يضر به وبصحته فليفعل، ولكن اذ كان قد تزاحم كثيرا فان الصلاه لا يمكن أن يخشع فيها، ولهذا ورد النهي عن الإمساك للبول وغيره بشدة، لأن هذا الإنسان يصير غائبا عن الخشوع حاضيا حتى لا يفرط منه شيء، هذا يقضي حاجته ويتوضأ أو يتيمم ويصلي في خاطره. أو يتيمم هكذا أستاذ مطلق؟ أو يتيمم؟ إذا فقد الماء. يعني إذا كانت فقد إذا كانت ظروف ديال الماء. طيب يعني علاش؟ إذا كانت لأن كاين واحد غادي يقول وهذا فقد الماء، باش ما يجيبش لنا فقدان الماء جبنا عطفنا التيمم على فقدان الماء، لأن الأصل كان هو الوضوء، ولكن انتقد، ربما انتقد علي في مكان ليس فيه ماء وأراد أن يصلي، فلا يترك الفرصة تضيع بل يتيمم، لأن الله أعطاه الرخصة مع فقد الماء، أما إن وجد الماء فلا حاجة للتيمم. نعم أستاذ. نعم أستاذ. بارك الله فيكم. انتقلوا للسؤال الآخر. سي نبيل من مدينة فاس يقول: ما حكم سجود التلاوة قبل صلاة الجمعة أثناء قراءة الحزب؟ شكرا لهذا السائل على هذا السؤال القيم، حيث إن ما جرى به العمل عندنا في مساجدنا في هذه المملكة الشريفة أن قبل دخول الإمام يجتمع الحفظة ومن يحسن القراءة في المصحف ويقرؤون جماعة، تقبل الله منا ومنهم. اللهم أمين يا رب العالمين. لأن هذا تعليم غير مباشر لك، وكذلك يسمعون كلام الله لحاضري الجمعة حتى يأتي الخطيب، وفي هذا نفع كثير لإمساك ألسنة الناس عن الكلام فيما لا يعني، وهم في بيت الله وضيوف عند الله، فإذا صادفوا سجود تلاوة يسجد القارئ والمستمع، يسجد القارئ والمستمع لأنهم متوضئون جميعا. نعم. الشرط حاضر والقبلة موجودة، وعندما يأتي الأمر بالسجود فكل سامعين يسجد وكل تالين يسجد، يسجدوا دوك اللي كيقراو هما اللولين، باش إلا ما سجدوش دوك السامعين راه ما غادي يسجدوش، ولذا عقد لها خليل رحمه الله فصلا خاصا بها، قال فصلون سجد بشروط الصلاة أو بشرط الصلاة
قارئ ومستمع، الأمر جائز وفي غاية الجواز إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا، هالأمر في نهو لله إن كنتم إياه تعبدون والوعيد، فإن استكبروا حتى لا ندخل إلى هذا يسجد الجميع، والله تبارك وتعالى الله يتقبل أعلم. وكل مأجور بإذن الله. الله أود بارك الله فيكم أستاذين. تقلوا للسؤال الآخر، سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. كدير يا سيدي؟ لبس عليكم، كل شيء بخير، وكنشكركم على البرنامج، الله يجزيكم بخير. السؤال ديالي بالنسبة الله يجزيك بخير، بالنسبة للفجر، أنا غالبا ما كنوض تطلع الشمس، كنصلي غير الصبح، ما كنصليش الفجر. إلا نتقبل طلع الشمس كنصلي الفجر وكنتبعو الصبح. أنا دابا ولكن غالبا ما كنفيق حتى كتطلع الشمس. واش خصني نصلي طرف الفجر ولا صافي نصلي الصبح؟ مرحبا يا سيدي، مرحبا، سمع الجواب إن شاء الله. سؤال الأستاذ ديال السائل تيقول لك إذا فاق الإنسان معطل حتى شرقت الشمس، واش باقي يصلي الفجر ولا ما باقيش؟ الصبح راه كيصلي، ولكن الفجر واش باقي ولا ما باقيش؟ ركعتين ديال الرغيبة. شكرا لهذا السائل على هذا السؤال. إنسان غلبته عينه واستغرق في نومه، استيقظ وجد الشمس قد طلعت، يقوم عاجلا ويتوضأ، يقوم عاجلا ويتوضأ ليقضي دين الله الذي بقي في رقبته وهو صلاة الصبح. بعد ما يصلي الصبح ديك التسعود مثلا يصلي الفجر، يقضيها تاعي تبقى تقضى تل الظهر، تل أذان الظهر. ولهذا سيدنا ابن عاشر رحمه الله قال فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. ويقول الشيخ خليل ولا يقضى غير فرضين إلا هي، أي الفجر، فللزوال يعني الرغيبة. هنا النوافل ما كتقضاش عند المالكية، إلا طلع الشمس على النوافل ديال الليل ما كيتقضاوش، ومنهم الشفع والوتر اللي نعس ولقى الشمس طلعت ما كيقضيهمش، ولكن يقضي الفجر حتى يسمع الأذان ديال الظهر، إذا كان بقي ما صلاهاش ما يصليهاش. نعم. يقضيها قبل الأذان ديال الظهر. ولهذا الفقهاء قالوا ولا يقضى غير فرضين، أما الفرض يتقضى دائما. نعم. لأنه دين في الرقابة. دين في الرقابة. والله لما قال وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه، ومن العلماء من يأتي بالقضاء من آية في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. شكور النوافل، يتذكر الفرائض، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. شوف الناس كيمشيوا لواحد الحويجات وباش يخفوا على الناس يقول لهم حيدوا، لأن اللهم نقضي الصلاة الفايتة ولا تبقى عندنا في الديوان حتى ما نلقاوش فين نقضيوها. اللهم نقضيوها هنا. أما النوافل فهي زيادة في الخير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم أستاذي. إذا فاق الإنسان الشمس تحققت، غير بقى غير واحد جزئية صغيرة أستاذ، تحديدا دابا قلتوا علينا الركعتين ديال الفجر، كيبقى لنا الإمكانية نقضيوهم حتى الظهر. أي لكن امتى بالضبط كيمكن لنا نبداو؟ مثلا لنفترض ان الشروق مثلا في 8 او في 7 ونص، شحال ما بين الشروق وبدايه الشروع في الصلاه ديال ركعتي ديال من اللي تبان الشمس راها طالعه 45 دقيقه، هذا هو القدر العالي. من بعد هذه 45 دقيقه كتصفى الشمس، ما يبقاش عندها الشعاع، تما كتحل النافله. الفرض وخا تكون جاية طالعة هذاك ما كنتكلموش على قضاء الفرض في غروب الشمس وشروقها. هنا لماذا؟
لأنها تعلقت بالرقابة. نعم أستاذ. تعلقت بالمفروض في الرقابة. نعم أستاذ. النافلة هي من زيادة الخير، وخاصنا نختاروا لها الوقت الموسع، ما نديروهاش في الضيق. هذاك الضيق يتقضى فيه الفرض. نعم. من غير إثم. نعم. لرفع الإثم نقضيه في الوقت اللي فيه الإثم في النافلة. علاش؟ باش الإنسان يبرأ رقبته. نعم. ومن اللي يقوم ويتوضى ويصلي راح حتى الإثم خارج منه، لأنه مرفوع لي الإثم لأنه كان نائم. رفع القلم عن ثلاث منهم عن النائم حتى يستيقظ. نعم. باش علاش قلنا يقوم ويسريع للوضوء فرارا من الإثم باش ما يتهاونش. نعم. هذا هو علاش قلنا يسريع. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تقول سؤال آخر ونبقى مع الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم، أنا السيدة من سطات، كنسولكم الله يرحم والديك. خويا فيس منهم جوج ومطلق وكاين غير بوحدو دابا، واش واجب عليه النحيرة ولا لا؟ مرحبا. مرحبا لو تسمحين الجواب. بداو أستاذ الأسئلة ديال عيد الأضحى بداو كيجيو الأحكام ديال الأضحية، وحنا كنوعدوا المشاهدين الكرام المشاهدين الكريمات يعني الحلقة الجاية إن شاء الله اللي هي خاصة بفقه العبادات اللي هي اللي كنتكلموا فيها على القضية ديال الأضحية، واللي بعدها إن شاء الله واحد جوج ديال الحلقات تكون حول هذا الموضوع اللي هو متعلق بالشعيرة ديال الأضحية والأحكام ديالها المتعلقة، من خلال طبعا الأسئلة ديالكم التي تريد على البرنامج. إذا أستاذي الكريم، السائلة كتقول الأخ ديالها كان مزوج واليوم راه مطلق، يعني مطلق، فالأضحية النحيرة سمتها هي النحيرة، يعني واش الأضحية واجبة عليه ولا لا؟ شكرا لهذه السائلة على هذا السؤال القيم عن هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام، ومن وجد لها سعة وكان قادرا لا مانع باش يكون يتقرب إلى الله بهد المسألة ما دام قادر وكان مزوج، بقي ما تزوج وعنده القدر وعايش بوحديته. ايه خدام على راسه. ايه يتوحد تسنوا في حقيقة الأضحية إلى الله. توحد ما يمنعوش، كون هذا اللي غادي يمنعوش. هلا الزواج راه ماشي غادي هو اللي غادي يجعله يقوم بشعيرة الأضحية. كم من متزوجين غير قادر. نعم. واش نقولوا لي راه مكلف بزز؟ لا، لأن التكاليف أو الشعائر وهي من شعائر التي ذكرها الله في سورة الحج لما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله في النية الحسنة وفي التقرب إلى الله بها وحسن العمل وحسن التقرب إبعاد من الافتخار ومن كل شيء. نعم. هذا هو التعظيم، ماشي التعظيم هي الدخامة ديال القربان ولكن المتقرب ما عارف والو. لا، تعظيم الشعيرة هو احترامها والنية الصادقة والعمل الخالص في التقرب بها إلى الله لإظهار شعائر الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها ضحاياكم هي مطاياكم فاستسمنوها وصيدوا أفضل أنواعها، يعني حسب القدرة. حسب القدرة. بحسب القدرة بحسب الاستطاعة، ما كاينش التكلف وما كاينش الفخر وما كاينش الرياء. هذا هو التعظيم للقربة. القربة هي قربة لعظيم وتعظيمه وتعظيم أمره واتباع نبيه فيما فعل. هذا هو التعظيم. نعم. هذا لأن الإسلام هو اللي فيه الشعائر، أما الزواج هو من سنة الإسلام، من سنن الإسلام. نعم. اللي القادر عليه كذلك كالأضحية. نعم. والله تعالى غير هي ماشي الوجوب ياك أستاذ؟ لا، الوجوب لا. كيش الوجوب؟ لا،
سنة يتاب القادر على فعلها ولا يعاقب العاجز عنها. هي سنة لما قدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم لا يكلف القادر سنة في حقه، العاجز لا. علاش؟ اللهم صل على هذا النبي الكريم صلى الله وسلم على سيدنا محمد باللسان الحكيم والقلب الرحيم، لما ذبح شاة عن أمته كلها وأمته كم هي؟ كم تبلغ؟ نعم. شحال نعدوا؟ قال اللهم إن هذا لي، هذا وهذا لمن شهد لي بالبلاء وشهدت له بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا. شوف الحمد لله. الحمد لله. بس هنا فين الوجوب؟ نعم. هنا سقط الوجوب. وغادي يكون أسئلة أستاذ أخرى نزيد فيها مزيد من التفاصيل إن شاء الله. إذا سمحت أستاذي، آخر سؤال في هذه الحلقة، سؤال مكتوب، سي مراد من قلعة السرغنة يقول: سمعت أحد المشايخ في وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن كل من يريد ذبح أضحيته بنفسه لا يجوز له طيلة العشر الأول من ذي الحجة حلق شعره ولا تقليم أظافره بل والجماع مع زوجته، فهل ذلك ثابت شرعا؟ شكرا لهذا السائل على هذا السؤال. هذا الشيء الأول مستحب لمن شاء، يعني هذا السيد اللي هو بغي يعظم هذه الشعيرة دائما هذا يرتبط بتعظيم هذه الشعيرة، ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا إنسان ورع تقي أراد أن يتمثل تمثل الحاج عندما يحرم، وهنا لا يحلق ولا يقلم أظافره. هنا هذا الشيء. نعم. هذاك الآخر اللي بعد بل لا، هذيك أمر آخر لا غير موجود، ما أمر به أبدا. نعم. الحاج المحرم نعم، ولكن بالنسبة لعدم الحلق وعدم تقليم الأظافير مستحب في حق هذا السيد اللي ما مشاش الحج. هذا اللي ما مشاش أستاذ، واش اللي غيدبح الأضحية ولا لا؟ اللي غادي يذبح هذاك اللي باغي يذبح، اللي باغي يذبح مستحب في حقه، مستحب ماشي مسنون مؤكد، لا مستحب. يعفي اقتداء بالحاج في الشاعات، في الشاعات هنا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، هو أشعث ولكن ليس بأغبر، هذا نعم. غير مسافر، نعم. ناقصة لي صفة، نعم. هذوك الناس عندهم الغبرة ديال الطريق، حتى اليوم تما مابقاش عندهم أستاذ اليوم، اللي كان السفر يعني فيه الغبرة وفيه هو اليوم الظروف تبدلت الحمد لله. نعم. الوصف يبقى وإن ذهب الموصوف، نعم. الحكم يبقى، الحكم كيبقى، نعم. يبقى. علاش؟ راه لابد غادي يمشي حافيا على رجليه، لابد غادي يمشي. ها هو الحمد لله، اللهم زدنا من هذه الرفاهية وأدمها واحفظها من الزوال وارزقنا عليها الشكر. نعم. نشكره على هذا ونسأله المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام أتى بهذا الوصف، وهذا الوصف يبقى. أتوني شعثا، يعني هذا اللي بغي يتقرب من اللي أعفى على شعره على أظافره من التقليم ومن الحلق تفاؤلا بأن يكون محرما. نعم. في السنة القادمة أو التي بعدها، لأن ندعو إلى التفاؤل والعلم بالشيء، هذا هو الشيء اللي يدفع أولاده. أما أهله فلا مانع، هذا لا. إذا العلاقة بين الأزواج الكلام ليس مصحيحش. أما قضية تقليم الأظافر ويعني وترك يعني ما يحلقش الإنسان الشعر دياله، هذه مستحبة
فهذه الايام ان شاء الله ديال العشر الاول ديال الحجه. بارك الله فيكم سيدي، شكرا جزيلا لكم فضيله الاستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاويه، اذكر انكم عضو المجلس العلمي المحلي لعماله الصخيرات تمارا. الشكر لكم اعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات، والى اللقاء بكم في حلقات القادمه بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.